تسبب فيروس كورونا في أضرار جسيمة للرياضة على مستوى العالم في ضوء تفشي المرض في بلدان مختلفة، بات الخطر الأكبر على الجميع في الفترات الأخيرة. وأمام تفشي كورونا على مستوى العالم، تجمدت معظم الدوريات وتم تجميد الأجندة الدولية خوفا على أرواح الجماهير واللاعبين بعد إصابة العديد من اللاعبين بعدوى الفيروس القاتل، حيث تعرض عدد من نجوم الكرة للإصابة بالفيروس. مما لا شك فيه أن تجميد النشاط الرياضي أدى لارتباك فني في تجهيز وتحضير اللاعبين للمباريات. سيحتاج اللاعبون إلى فترة إعداد جديدة قبل استئناف المسابقة حال تجميدها لفترات طويلة. كما بات خطر تفشي فيروس كورونا يهدد باستكمال العديد من البطولات على مستوى العالم، فقد أوصت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأوروبي بإيقاف تشامبيونز ليج ويوروبا ليج، وكذلك سلكت العديد من الاتحادات الأهلية نفس الخطوة حيال المسابقات المحلية في بعض الدول أمام تأجيل والتجميد لبعض المسابقات الخاصة بكرة القدم. تسبب كورونا أيضا في إلغاء العديد من البطولات للألعاب الأخرى، كان آخرها إلغاء بطولات المصارعة والجودو لتدابير السلامة العالمية في جميع أنحاء العالم. ومما لا شك فيه، فقد تأثرت السياحة الرياضية بسبب قرار بعض الدول بمنع جماهيرها من السفر خلف فرقها في المسابقات المختلفة، بجانب إيقاف بعض الرحالات من دولة إلى أخرى، من ضمنها سفر البعثات والفرق للمشاركة في بطولات العالم المختلفة، مما أتبعه تراجع في أسهم واستثمارات العديد من أندية العالم بسبب توقف وتجميد النشاط الرياضي، ونتج عنه هبوط في بورصة الإعلانات والرعاة. تراجعت أسهم واستثمارات العديد من أندية العالم بفيروس كورونا. على سبيل المثال للحصر، أعلن نادي برشلونة الإسباني أن ناديه سيخسر 6 ملايين يورو على أثر قرار حرمانه من جماهيره لمباراتين فقط بالدوري، إضافة لمباراة أوروبية. كما كشفت دراسة إنجليزية عن تراجع هائل بقيمة مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث قالت أن قيمة مانشستر يونايتد قلت بمقدار 500,000 باوند، وذلك فقط خلال الفترة الأخيرة. هو مؤشر خطير لتراجع قيمة الاستثمارات بعالم كرة القدم ووجود مخاوف من إمكانية استمرار الأزمات الرياضية بعد أزمة كورونا.